زبدة. زبدة. عامل مقلي يا جماعة. عامل شوربة. ورز. بسم الله ما شاء الله. طب حاجة جامدة جدا. حاجة أنا ما كنتش متوقع بحتة السمك. الأروس وجمال الأروس وعشاق الأروس ده أروس بلدي ومع شيف أحمد شعرة هنشوف هيعمل إيه. صباح الفل أبو حميد. صباح الجمال يا عم. ما شاء الله اللهم صل على سيدنا النبي قبل أي كلام طبعا. صب على كل جمهورنا المحترم اللي بيشوفنا من كل حتة ومن كل الدنيا. تمام. معاك أروس 10 كيلو ونص. بسم الله ما شاء الله 10 كيلو ونص أروس. هتعملهم إيه يا أبو حميد؟ شوي. زيت وليمون ولا شوي عادي؟ شوي زيت وليمون. شوي زيت وليمون. هتشرحه طبعا؟ شرحه وياخد اللون بتاعهم. وياخد اللون بتاعهم بتاع شرحها سن التشريحة يا جماعة. ومنين بقى يا محمد؟ من على السطح. من الظهر. من الظهر مش من البطنية. لأن البطنية سمينة. بيفتح في الشوي. لو بيفتح في الشوي. بيفتح في الشوي. حطها هنا تغلط. حطها هنا. اللهم صل على سيدنا. اكسروا من الصلاة على النبي يا جماعة. اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص فضل الله وفضل ربنا يا عم احمد ده بيزيد بشغل كتير من القناة. ربنا يزيد ويبارك. لذلك احنا دلوقتي بنصور ربنا اللي اعلم بيننا طبعا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا يزيدك يا احمد. ابن حلال ومجتهد وربنا مع المجتهدين والشرفاء. جهزت صاد كبير. هياكل سمكتين ولا ياخد الاربعه؟ كل صاد اثنين. ادي يا جماعه ياسين هتدينهم دهان معين كده. في خلطه. ايوه ياسين. الخلطه دي عباره عن كركم وتوابل وزيت صح؟ عشان الناس تسال. دي يا جماعه بيعملها عشان السمكايه ما تنشفش. في نفس الوقت يبقى شكلها حلو يا عم. بيدي لون حلو وبتشيل الزفاره من السمكه. نعيد تاني. زيت كركم شويه بهارات وملح. سنه ملح حلو. سنه ملح صغيره لان كده كده بتتملح في الاخر. السمك اللي عندك يلا. مفيش كبير عندنا. دول زي ما هو. اللهم صل على الفرن. يلا احمد. تمام. السمكتين التانيين يا جماعه هنبدا نتعامل معاهم. بنرش ملح في ارضيه الصاج. وقلنا ليه؟ عشان السمكه ما تلزقش الصاج مع التسويه. ياسين بتعمل ايه؟ هنعمل سمك. ايوه هنعمله ايه بقى؟ هنعمله في النار. تمام. هيطلع مذيع جميل والله. نعمل شريحه. تمام برافو. زيت. ايوه. زيت وكركم. وبعدين نحطها على النار. تمام. ونحط الصلصه. بعدين وبألف هنا وصحة. نعمل الصلصة والملح. بعد كده نحط الملح ونعجنه. تمام. شكرا شكرا يا شيف ياسين. شكرا. ان شاء الله يطلع شيف احسن منك يا احمد باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. نفس اللي عملناه يا جماعه وش وظهر كده. معاك الحاج. على على الفرن يا جماعه برضو زي ما عملنا الاولانيه. بص يا احمد ورينا كده. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل. هاتوا بره. الله. ممكن ده عشان الكاميرا بس ما تسخنش. ممكن ناخده ولا تسيح حاجه. وطلب الزبون عم احمد بالمناسبه. تمام تمام تمام. نتابع يا جماعه الاروز بعد ما طلع من الشوي وحط عليه خلطه مارينيه شوي. مارينيه شوي. روعة. عشان روعة ما تزعلش عشان احنا مسمين الموضوع باسمها. خلطة روعة دي برضو؟ روعة. تمام.
يا ابو حميد عم احمد، ايه اللي جابك عند شعره؟ الشغل. اه وبتسويها عند يعني السمك ده من عندك؟ ناس طالباه بالاسم. السمك ده من عندك؟ اه. بسم الله ما شاء الله، برضو مش فايده فيك. ده رز مقفول يا عم احمد. ايوه الزبون طالبه كده، هو عايزه كده، قالوا ادوله عند احمد شعره. يعني طلب السمكه من عندك والتنفيذ عند احمد شعره. كلنا بنكمل بعض. بعدين احمد حلاوته ما شاء الله شغله، اللهم صل على سيدنا النبي يا جماعه. بالمناسبه يعني مش مجامله والله، شغال شغل في البلد ما شاء الله. اهم حاجه اللي عندك الاصل. البلد يوفق. اللهم صل ما شاء الله عليه. الف هنا اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا يا جماعه عم احمد مش بس بيصور معايا، ده كمان بيساعدني والله، الله يبارك فيه. ايد على ايد بتساعد يا جماعه. بسم الله تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعلى اللفه وعلى الف هنا وصحه على صحابها. هتاخد على الجريل؟ ها؟ اه هاخدها عند عم طارق. حبيبك طارق طبعا. حبيبي طارق يعني. قد ايه يا احمد؟ 5 ايام بالظبط يا عم احمد.